عندنا فيديو مصور يصور لنا خطوات التجربة بالتفصيل، بما أنه أنتم هذا المختبر ما اشتغلتوه عملي، فراح أراويكم فيديو بخطوات التجربة بالتفصيل وشو المواد اللي نحتاجها وشلون نقدر نحسب الـ end point. أنس أحمد، كل الصوت كلش ناصي، ما أعرف جزء المشكلة يمك، أعتقد الصوت واضح بالـ FCC هم. نركز هسه على الـ Experimental Work of Partition Coefficient. راح أعرض لكم الفيديو وراح أني أعطيكم الشرح الخطوات. بالبداية مثل ما ذكرنا سابقا، the aim is to determine the partition coefficient of iodine between water and chloroform. يعني الهدف عندنا انه نحدد ال partition coefficient of iodine ما بين ال water وال chloroform. المواد اللي راح نحتاجها هي ال iodine, potassium iodide, chloroform, water, sodium thiosulfate. نحضر طبعا الصوديوم ثايوسلفيت بتركيزين 0.02 نورمالية و 0.1 نورمالية، 10% weight by volume Ki, 1% iodine in chloroform and conical flask وباقي الاكسبيرمنتال وورك اللي نحتاجها. عندنا هذه التحضيرات نحضرها بالبداية، ونحضر أيضا الجلاسوير اللي نحتاجها. الخطوة الأولى راح نحتاج ناخذ 20 مول من ال 1% iodine in chloroform in a dry conical flask and add 15 مول distilled water to it. يعني راح نسحب 20 مول من ال 1%، احنا حنحضر 1% iodine in chloroform، راح نسحب من عنده 20 مول باستخدام طبعا البايبيت او الجراجويتد سلندر. باستخدام هنا جراجويتد سلندر نقدر نستخدم حتى نحسب 20 مول اوف ايودين ان كلوروفورم. نجيب طبعا الفنال، لان هنا ليش نستخدم الفنال؟ حتى لا يصير عندنا ويست بالسلوشن مالتنا. راح نحسب العشرين مول، بعدين راح نضيف 50 مول من الديستل واتر إليه. هذا هو ايودين الكلوروفورم، هيك يصير الكلر مالته. هاي جراديويتد سلندر تدريجاتها توصل إلى 50 مول. راح نحسب 50 مول من الديستل ووتر. هاي هي الخطوة الأولى، نضيف ناخذ يعني الأيودين إن كلوروفورم ونضيف عليه 50 مول ديستل ووتر. طبعا نستمر هسه نسوي شيكينج لمدة نصف ساعة. شنو فائدة الشيكينج هنا؟ حتى نوزع الأيودان ما بين طبقة الواتر وطبقة الكلوروفور. Now number three, the flask is then slowly shaken from time to time half hour after equilibrium is established, allowed to stand for complete phase separation. This is need another half an hour. يعني شيكينج لمدة نصف ساعة حتى يتوزع الايودان ما بين طبقة الوتر والكلوروفور، بعدين نتركه لمدة نصف ساعة حتى يصير عندنا complete phase separation، يعني تنفصل الطبقتين عن بعض، حتحصل على aqueous layer وكلوروفورمك layer. طبعا وبالطبقتين حيكون الايودان متوزع ما بين الطبقتين. إذا تلاحظون هاي الأبر layer تكون شوية فاتحة، واللور layer حيكون اللون مالتها أغمق. هاي بعد ما صار عندنا هنا complete phase separation.
Now, number four, 10 mole of the sample are taken from the upper aqueous layer. Care is taken to avoid touching the chloroformic layer. Then titrate against 0.02 normalia sodium thiosulfate. The end point is the disappearance of light brownish color. راح ناخذ 10 مول من الأبر لاير اللي هي الأبر أكويس لاير، راح نسحبها بالبايبت، بس لازم نتجنب إنه ما نخلي البايبت توصل إلى اللور لاير. باستخدام البايبيت راح نسحب العشرة مول فقط من الأبر لاير. راح ناخذ 10 مول من الأبر لاير، بعدين هنسوي لها تايتريشن with 0.02 نورمالية صوديوم ثايوسلفيت. إذا بتلاحظون شلون لون الطبقة هو اللايت براونش كلر، عندنا بيوريت هذا هو اللون مالتها، لون مالتها لايت براونش كلر. البيوريت موجود 0.2 نورمالية صوديوم ثايوسلفيت، راح نجيب التايتريشن لما يختفي الكلر. طبعا هنا التايتريشن لازم يكون جدا دقيق لأن يعني بسرعة يتغير اللون. رأسا اختفى اللايت براونش كلر. احنا طبعا محددين الحجم الأول اللي موجود بالبيوريت، ونحدد هسه الحجم الثاني نشوف الفرق بيناتهم، هي تمثل لي الإند بوينت. إذن الـ end point بالنسبة للـ aqueous layer هي the disappearance of light brownish color. Number 5, as a 5 mole are taken from the organic layer, the lower layer. Keep the inside wall of the pipette dry as it passes through aqueous phase by placing the finger tightly over the upper end of the pipette. 5 مول من organic layer. Then titrate against 0.1 normalia sodium thiosulfate. Before titration add 5 مول of 10% potassium dioxide extraction of iodine from the organic layer. And its titration with aqueous sodium thiosulfate. The end point is the disappearance of a brownish color. راح نسحب فقط 5 مول من أورجانيك لاير. وراح نضيف له 5 مول من 10% كي اي. شنو سبب إضافة الكي اي؟ ونضيفها فقط الكي اي هنا نلاحظ نضيفها فقط إلى طبقة الأورجانيك، ما نضيفها إلى الأكويس لاير. نضيف هنا البوتاسيوم ايودايد to accelerate the extraction of iodine from the organic layer. شنو السبب؟ لان الايودين عنده هاي افينيتي للكلوروفور، فحتى اسرع من الاكستراكشن اوف ايودين من الاورجانيك لاير اضيف كي اي. هسه احنا هذا المكستشر اللي عندنا راح نسحب هسه فقط 5 مول من الاورجانيك لاير اللي هي اللور لاير. البايبت ناخذ هاي تدريجاتها هي 5 مول، وهسه راح نضيف 5 مول من 10% كي اي قبل ما اسوي خطوة التايتريشن.
هذا اللون اللي طلع بالنسبة للور لاير هو براونش كلر. هسه راح نسوي هيدريشن ويز 0.1 نورمالية صوديوم ثايو سلفيت. طبعا الـ Titration with continuous shaking نكتفي اللون بشكل كامل، نوقف الـ Titration ونحسب الـ End Point. لازم يختفي أي دروبلت أو براونش كيلر، كلها تختفي، كله يصير اللون مالته يعني كلير، حتى إنه نتأكد وصلنا فعلا للإند بوينت. زي ما تشوفون disappearance of brownish color، اختفى البراونش كيلر. إذن نسجل الـ End Point الخاصة بالـ Organic Layer. راح نسجل طبعاً الـ End Point للـ Aqueous Layer ايش قد كانت، ولل Organic Layer ايش قد قيمتها. للأكواس لاير حسب الشغل 0.3 مول، وبالنسبة للكلوروفورميك لاير 8 مول. الاند بوينت طبعا راح نعوضها بالكالكوليشن الخاصة بالمختبر اللي شرحناها بالمختبر السابق. بالنسبة للأكواس لاير حسابات خاصة بيها، وبالنسبة للأورجانيك لاير أيضا حسابات خاصة بها، حتى نقدر بعدها نحسب البارتيشن كوفيشنت. هاي بالنسبة للأكواس فيس، وبالنسبة للكلوروفورميك فيس بعد ما نكمل الحسابات راح نقدر نحسب البارتيشن كوفيشنت ايش قد قيمتها بالنسبة للأيودان. إن شاء الله تكون التجربة واضحة لكم طلاب. إن شاء الله الأسبوع القادم حيصير عندكم ريتن كوز ريتن بهذا المختبر البارتيشن كوفيشن. المحاضرة الفيديوية السابقة اللي يعني اللي اعطيتكم إياها ذاك الأسبوع مسجلة وموجودة على البروفايل الأكاديمي مال ميم هبة صباح أو ميم زينة داوود. تقدرون إذا تريدون تحبون تسمعوها مرة ثانية. طلاب عيني الكويز حيكون بالمختبر الخامس هو ريتين، بس رجاء مثل ما وصيتكم طلاب كل واحد حاسبته وياه، يعني الأشياء اللي خاصة اللي يحتاج يستخدمها بالكويز تكون موجودة وياه. والنقطة الثانية كل طالب بالجروب مالته، نهائيا ما نقبل طالب يجي بغير جروب او يغيب بيوم حتى ويجي ثاني يوم يريد يعني نسوي له الكويز. المختبر يا دوب يكفي عددكم، فرجاء حتى بدون احراج لا لكم ولا لنا، كل طالب يجيب الجروب مالته ناخذ حضوركم ان شاء الله ونسوون نسوي لكم الكويز بهذا المختبر. وحاولوا تقرون زين لانه يعني كوزاتكم السابقه مو كلكم كانت درجاتكم يعني زينه، فإن شاء الله يعني الأسبوع القادم تكون درجاتكم أحسن باللي هذا الفوز.
هسه راح ننزل لكم رابط الحضور. يعني دكتور نعم الأسبوع الجاي دكتورة، فقط الكويز؟ إن شاء الله إيه، فقط كويز، بس كل طالب بجروبه، كل طالب بجروبه. تمام، شكرا دكتور.